فاض الحديث ومن اعلام المحدثين الامام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ابو الحسين صاحب الصحيح، ولد بنيسابور سنه واربع للهجره، طلب العلم في نيسابور ورحل في طلب الحديث الى العراق والحجاز، فجد واجتهد حتى فاق اقرانه وشهد له بالفضل معاصروه. سمع من شيوخ كثيرين وروى عنه كثيرون من رجال الحديث فمن شيوخه أحمد بن حنبل والبخاري وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم ومن تلاميذه أبو حاتم الرازي وأبو عيسى الترمذي وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفرايني ومكي بن عبدان واشهر كتب الامام مسلم المسند الصحيح المعروف بصحيح مسلم وهو احد الكتب السته المعتمده في الحديث استغرق في تاليفه ما يقرب من خمس عشره سنه وهو يلي صحيح البخاري في المكانه وقوه الاحاديث وقد شرحه كثير من العلماء ومن كتبه كذلك كتاب الطبقات وكتاب التمييز والكنى والاسماء والمنفردات والوحدان وغيرها من مطبوع ومخطوط قال عنه شيخه محمد بن بشار حفاظ الدنيا اربعه ابو زرعه بالري ومسلم بنيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند، ومحمد بن اسماعيل ببخارى. وقال ابن عبد البر: اجمعوا على جلالته وامامته وعلو مرتبته، واكبر الدلائل على ذلك كتابه الصحيح، الذي لم يوجد كتاب قبله ولا بعده في حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث. توفي الإمام مسلم رحمه الله في مدينة نصرى باذ قرب نيسابور وكانت وفاته في رجب سنة 261 وإحدى وستين للهجرة عن سبعة وخمسين عاما رحمه الله رحمة واسعة